استقبل حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم والسادة أعضاء الغرفة، وأشهد سموه رعاه الله بالدور الفاعل للغرفة والجهود الكبيرة المبذولة في الإعداد والتحضير والمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والحرص المقدر لإنجاح المؤتمر من خلال العمل الدؤوب لاستقطاب المئات من الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى الممثلة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا المؤتمر، مما أسهم بشكل بارز في إنجاحه وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة منه. الغانم أكد استعداد الغرفة الدائم للتعامل مع الحكومة لتنفيذ الكثير من الأمور التي تطرق لها المؤتمر، لا سيما ملف الاستثمارات الكويتية بالعراق. اليوم تشرفنا أنا وأعضاء مكتب غرفة تجارة وصناعة الكويت بمقابل صاحب السمو لنهنئ على هذا النجاح الباهر لمؤتمر إعادة إعمار العراق، وهذا إن دل أن ما يدل على النية الصافية لأمير الكويت وأهل الكويت اتجاه كل الأخوان الجيران والأخوان العرب. كما أبلغنا أن غرفة التجارة والصناعة على استعداد دائما للتعاون مع الحكومة لتنفيذ كثير من الأمور تطرق لها المؤتمر، وخاصة موضوع الاستثمارات الكويتية وما شابه ذلك بالعراق. وتلقينا من صاحب السمو كثير من النصائح في هذا الموضوع، وتأكد فعلا أكد لنا أن الحكومة ستقف مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع ومساندة القطاع الخاص في أي أمور، ونحن دائما متفائلين في هذا الموضوع.